واه بابا عجيجي يا برجولية، احكي لي حكاية تضحك. عامل جونتا ونحبك تضحكني، راني جيلك بابا عزيز. برجولية احكي لي حكاية تضحك من غيرك الحكايات الماستا متاعك. والله يا نبيدي عامل جونتا وما عينيش باش نقرا، كان باش نقرا باش تدير لي جونتا من راسي. يا ما تخافش بابا عزيزي، او ما زلت عندي اللعبة بزيد اتو كيفك معايا ونفرح بيك. المهم بابا عزيزي احكي لي حكاية تضحك. باي مشيت معاك، ما تنساش باي بوك عاد اقرا له حسابه معانا. ايشني يا بابا عزيزي، قلت لك باش نفرح بيك ونكيفك معايا وليت تستدعالي في الغرباء. يا ولدي شكون الغرباء؟ يا ولدي نحكي على ابوك راني. ايه بابا عزيزي، بابا ديما مشحرني امور لعبه، يعرف كان يمد شواربه، وانا بابا عزيزي برجوليه ما يساعدنيش. سيارك بابا عزيزي جونتا طيرتيلي انتي هكا من راسي. ايه يا سيدك بن سيدك، قالك فما زوز صحاب ما يتفارقوش، ديما مع بعضهم في الباهي والخايب، ولعمرهم نهار اتفارقوا. لولاني اسمه القفسي، ديما لابس خلعة برويلة، صوته يوجع الراس، وديما عاملهم فايق ويفهم في كل شيء. الثاني اسمه تشابا، يحكي بالثاء، ديما يتساوق ونهاره طول وهو لابس ساك على ظهره، باش كي وقفوا الحاكم يقول له ماشي نقرا ولا ماشي نترانا، زعما باش يظهر خبيث وفايقلها. سي القفسي وتجبا ما لقاوش حظهم في تونس كيما برشا من الناس، هذاك علاش خمو يحرقوا في شقف. هاي يا سيدك من سيدك، داروا في حوالهم من هنا ومن غادي، لموا كل واحد لم حق الحرقة متاعه وقصدوا ربي في شقف. يا أخي صارت تلو مغريبة كبيرة، يلقاو رواحهم في بلاد أخرى ماهيش موجودة في الخريطة جملة. السلام عليكم معلم برذولية، راني أنا وصاحبي لهنا ضايعين توا عنا برثة، رانا ما فهمنا كومث خويا ثنية، البلاد هذيا ثنية اسمها بس تحكي وقسم بالله رانا ما فهمنا ثي خويا، يقولون ثنية البلاد هذيا اسمها. كلامك غير مفهوم أيها الصبي، إن لغتك تشبه العربية ولكنها مشجعبة قليلا. القفصي برذولية زي يحكي معاه انتي مكان ثراني ثويخرك القلة بس ندخل هيلو في ترمته. يبعد يبعد جبا، خليه علي انا ذي، تعرفني صاحبك نحكي 10 لغات. مرحبا، اقدم لك نفسي، انا قفصي، ايم 26 والعمر يجري بيا، حر فك الناس اللي تبيع وتشري فيا. رأسك غادي وزهمك لي. هل قال لك مرة أحدا أنك لست ضامرا؟ أنت ماسط لاسط. لقد احتهالك يا القفثي وعيناك تتفرثان، دعني يا قفثي أثلبقه يا قفثي، اتركني ثيبني عليه يا القفثي وترى الذب ماذا سيفعل له. عجب الجبة تحكي بالعربية، من وقتش تعرف تحكي بالعربية؟ يثنين يا القفثي بثردها لي صعيبة يا أخي، العربية ينافسها اللغة الدير ذا ما هكا تلبسها ثوية حوية ذكا زايدين وكهو. دعك من هذا الهراء وهذه المساطة والتفاهة، قل لي ما اسم هذه المدينة؟ أنت الآن في مدينة عصيصة. هذي عصيصة ما تكون وحدة، كان عثر زين عن الاخر اللي نسميوها عصيصة. ومن تكون هذه عصيصة يا ابن المغبونة؟ عصيصة هي أم جلالة الملك نناحة حاكم هذه المدينة. قل لي من أي بلد جئتم؟ نحن أتينا من بلد الطحيني، تونس الخضراء. يا مرحبا بأهل تونس الزرقاء، لقد أوصاني الملك بأن أفرح بكل شخص جاء من تونس. يا له من يوم جميل، الشمس تمطر في الشتاء في الليل والنجوم تزرق في الصباح الباكر. لا تأخذ عليه، صديقي مقلع بعض الشيء. سوف آخذكم إلى قصر الملك نناحة، سوف يفرح كثيرا برؤيتكم. لا مشكلة لا مشكلة، سوف نذهب معك، ولكني سوف أقصدك في قضية صغيرة.
أريد شراء برادتين لكي أطيب فيه التاي وكذا، ولكني لا أحمل المال. لا تقلق، سوف أعطيك برادا من مكتوبي، بلاش كما تقولون أنتم بالتونسي، أنتم تموتون على الببلاش. إيه زيبي، إيه برجولية صاحبي، حاسك عندك عرق تونسي أنت. هز يا جبك البريد حطه في الساك متاعك صاحبي، وتنقول لك من بعد شنية نعملوا بيه. ادي ثاملو بيه قفتي البريد، ادي تحكي بذدك انت تو معناها بس نطيب وتي ادي وقت تي تو القفتي رنا حارقين صاحبي، ادي ثبيه. يا جبا هز البريد عايش خويا حطه في الساك متاعك وسكر فمك. ويش يا زمان وبرا يا زمان، ولا لا مش هكاك، وبرا يا زمان ويجا يا زمان. عمل لك يا سيك البياع، هز جبا والقفسي باش يقابلهم بالملكنا الناحة. القفسي ثنية كاملة يخمم ويقول سيه اتحلت في وجهك يا القفسي، الملك باش يخدمك وباش يعرس لك بنته، ومن بعد انت تشد الملك في بلاستو. وجبا ثنية كاملة يخمم زعما يلقى منين يسلك لعبة في القصر ولا لا. مينوشا قلقت من هذا المكان، أريد أن أخرج وأكور مع أولاد الحومة في الحومة، وأطيح وأقوم وأمسخ ثيابي وأركض وأشرب مع أصدقائي من نفس الدبوزة تاع الماء. أريد أن أتحرك يا مينوشا، هذا غير معقول. لا يمكنك سيدي، أنت تعرف القوانين وهذا ممنوع. يا مينوشا، يا لها من عيشة منيكة، لقد كرهت نفسي وكرهت الملك والعرش وعرش أمك وعرش جدك، كرهت كل العروشات. أنا أحمل لك خبرا مفرحا يا جلالة الملك، لدينا أشخاص من تونس وقعوا في الفخ كالعادة، هل أطبق عليهم القانون؟ يا مرحبا بأهل تونس، يا أهلا وسهلا، أريد أن أراهم قبل أن تطبق القانون. حسن سيدي، أمر وطاعة. برذولي القفثي، توحث تونس صاحبي، توحثت الحومة وولد الحومة، توحثت ولد سميرة، توحثت بخة زادة، وتوحثت ريحة الحومة والقهوة العصية والزو متاع الحومة. إثنا عملوا قفسي إحنا لهنية يا صاحبي، وهي الروح هاي صاحبي. يا ولدي أنا ولد سميرة وأنا بخة وأنا ريحة الحومة، يا دي شنية الكليب اللي عامل هولي؟ رانا قدام قصر مالك باش ندخلوا نقابلوا مالك جملة واحدة، يا تجبش بيك يودي برشا بيبان باش تتحل. القفثي برثولية بيناتنا، انت حتى سبيك موث بس يتحلك صاحبي في الدنيا هذه. يا ولدي موث سبيك، عرفتك الدار الصغيرة متاع تومي الزيرية كل الفارك زيري الدار متاعه، وانت دارك ايكا صاحبي ما هيس بس تتحلك صاحبي، بتحكي على البيبان اللي بس تتحلك. الملك نناحة يريد مقابلتكم، انتم محظوظون. تسمع جبا، تسمع كي قالك انتم محظوظون؟ اي صاحبي اي. يا أمي يا أمي يا أمي، مرحبا بالضيوف، سمعت أنكم قديمون من تونس، هل هذا الهراء صحيح؟ نعم أيها الملك نناحة، لقد أتيت أنا وصديقي للبحث عن عمل بحثاكم. تونس منذ زمن طويل كنت أسول وأجول في زناق تونس، في ليلة من ليالي حششت على سجارة في الليل مخر، فخرجت إلى الحماص مسرعا لأشتري 2 لجار، وفجأة حصل ما لم يكن في الحسبان. بان بان ايه بخا جاب الكوكا في فلوكا فلوكا، ما دربك شي عالدربوكا بوكا.
يزيبي إجنية الوحيد اللي جاي هذا من البعيد تقول عليه رهبان. حوم فمشي 50 دينار خلينا ندخل نكمل كعبيتي على روحي. يا ودي قرب هون يا ودي شبيك عامل في يا ودي شبيك لابس هكا يا ودي فهمني يا ودي ذهب ذيك ولا شنو. أقدم لك نفسي، أنا الملك نناحة، أتيت من مدينتي لا علينا، أتيت من مدينة عصيصة. أنت ملك، إذن أنت معطط بالمال، أعطني هاتفك ونقودك وكل شيء، أنت الآن تتعرض لبراكاج في تونس، أسرع لا تعطلني عن عملي. أرجوك اتركني، لا تعمل لي بركاش، أتوسل إليك. يا ودي يمشيني قتلك عليه، لا نجبد عليك لحديد تاو. يا برس الملك سيس روحك وبرسم ميمتك كالشركة واليونيات تستحفظ عليهم، رام عزيز علي علخ. بصحتك حندرتني في حومتك، سوف أفديها لك. يلقفتي صاحبي بديت نثم في ريحة خنن وربي يستر. يا أمي يا أمي يا أمي، لقد سرق كل ما لدي، مجوهراتي، نقودي، وهاتفي الذي كان يحمل لعبتي المفضلة لودو كينج وليست لودو كلاسيك. فلذلك أصبح لدي قانون جديد في مدينتي، أي شخص يأتي إلى مدينة عصيصة من تونس نضعه في السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة والطبابيس كل صباح. حراس خذوهم إلى السجن. يا نناحة يهديك، إن الباهي والخايب في كل مكان. برا الله لا تربحك يا بخا، وليت تعمل في البركاثيات يلقفتي ثيه صاحبي، تونس انثيها تو. ياك هو اطلع اخونا الملك، اي واحد يجي من تونس يحشي في الحبس مدى الحياة مع الاشغال الشاقة والتبعبيس كل صباح. قاعد ناقم على التوانسة. إيه بابا عزيزي، القفسي والجبة بشي عديو بقية عمرهم في الحبس يا أخي. تحب نقول لك شنو صار فيهم؟ أو باش نحكي لك؟ هما برجولية باش ندلل عليك في حكاية، عمل لي كونت انستغرام. إيه برجولية بابا عزيزي، بديت نقلق أنا وكل كتاب باش ندخله لك في راسك تاو. هيا برا دورنا وحيد بيه، مشكي متاع قبيلة تقول عليه سيجار وفارغ، والله حاسك دورت سيجار وفارغ. هاي يمشي هو باش نكمل نحكي لك. ياك هو عمل هكا الملك، هز القفسي وتجبى وطيشهم في الحبس. اما كالقفسي الحكاية ما دخلتش المخ، قعد يتكتكلها كيفاش باش يخرج من الحبس. يالقفسي انثى باش نقطعوا من هنا ذملة زاد، لا يذي في بلاد الناس ولا يذي في الحبس. يسكت يا جاب اسكت، هاني قاعد نخمم باش نلقى حل. برا الله لا تربحك يا بخا، ما لقيت ما تبراكي كان الملك. ياك هو قفتي تحثت لنا صاحبي مع خارثين من هنا، لعاد لا تكويره في الحومه، لا تريح بلاي الكويس تي كي منعنا في القهوه، تحثيه صاحبي ياك هو. كويس تي يا جاب، اكل البريد وينه في ساكك مازال؟ اي صاحبي هو عندي هو في الساك، هاي لحظه مدهول. شبيك لبيك بعد سرمك شميديك، عندك الحق في أمنية واحدة تتمناها وأنا نحققها لك. إيه والله جني بالرسمي يا جبا، يمشي يمشي، أنا نحب بارشة فلوس. لا مش أنتي تتمنى، اللي يتمنى هو أول واحد مس البراد.
والقفتي تتمنى صاحبي في برثة فلوس وانتي في الحبس، تستعمل بيهم برثة فلوس وانتي لهنا في الحبس، يموتوا ويذيوا ويفكوهم لك، يحل مخك صاحبي. يا جبة طلعت انتي اللي باش تتمنى، قل لي شنية باش تتمنى قبل ما تتمنى. مسؤولية كبيرة صاحبي هذي، خليني نركز قفتي خليني نركز. يا جبة برس امك. هس يثقع تمام فيا قفتي، خنخمم صاحبي. يمالا قتلي تحب تعرف الجبة شنية يتمنى؟ ايه بابا عزيزي، جعمة جبة بشي يتذكر مرة هذي ويتمنى امنية بيها يا بابا عزيزي. يلحسيلو ولد سميرة اتلفت الجبة للجني، قالوا رجعني لتونس بحث صحابي باش نعاود نلم حرق اخرى ونمشي للطليان. لذلك علاش صاحبي رجعنا لتونس. يا ولدي ابا من جبة ما راتش عيني، دي كنت تنجم تقولو هزنا للطليان يا جبة، شم رجعك صاحبي لتونس؟ دي برث ميمتك فاهمو يا بخة، دي عليه سنتعبو فيه، احنا عم الزن مي تونس اقرب من الطليان هاوك هو ذيبنا لهنا، واحنا تو نعاودو نصرفو في حرق اخرى، نعاودو رو نركحو والامور ويعد ونعاودو ننطلقو صاحبي على رواح. يا جبة ابهرتني صاحبي بذكائك الخارق ذا، ديما صاحبي انا ديما منبهر بيك، برجو ليا امور انبهار ديما جبة انا منبهر بيه صاحبي. برضو ليا اللي ثار على ريوسنا الكل زراير بخة، ما لقيت ما تبراكي يا بخة، كان مالك واسمه نناحة زادة يا ولدي، كان قلنا له غادي كان عرفوه اللي براكيك راه قتلونا على البلاص. يا الغالب يا جبة صاحبي، تيش متاع صغر هذاك صاحبي، كنا رانا غلطنا واحنا صغار، ما تو الحمد لله صاحبي، لا نبراكي ولا نسرق اخويا، يا الغالب جيتوا بروسكم سامحونا يا اخوي. يا برجو ليا بابا عزيزي، الحكايه اللي حكيتها الكل كي شرمك، انا الغلط اللي قاعد نسمع فيك. هيا وانتم اللي عجبتو الخرافة متاع اليوم ما ينساش باش يعمل جام ويخلي لنا كومنتير، واللي مش عامل ابوني يدخل يعمل ابوني. هيا برا نستم.